ايه هي الاوميجا 3 وليه مهم اني استخدمها؟ الاوميجا 3 هي دهون صحية بيحتاجها الجسم عشان يقدر يقوم بوظائفه الحيوية، لكن للأسف الجسم مش بيقدر يصنع الأوميجا 3. عشان كده المصدر الوحيد للأوميجا 3 هو عن طريق إنك تاخده يا إما من الأكل يا إما من المكملات الغذائية. طيب الأوميجا 3 هي مش حاجة واحدة، الأوميجا 3 هم 3 حاجات، يا إما الـ ELA اللي هو الألفا لينوليك أسيد وده بيجي من المصادر النباتية، يا إما الـ EPA ده بيجي من مصادر البحرية، يا إما الـ DHA. تمام، الاثنين بيجوا من مصادر البحرية. أشهر وأفضل مصادر الأوميجا 3 هو الأسماك البحرية، وطبعا مش كل الأسماك، خصوصا أي أسماك، الأسماك اللي بتعيش في البحار الباردة والمحيطات زي إيه؟ زي السلمون، زي التونة، زي الماكريل. بالنسبة للبلطي حضرتك، لا البلطي ده حضرتك ملوش أي علاقة بالأوميجا 3. البلطي الدهون اللي في البلطي هي دهون مشبعة زي بالضبط الدهون اللي موجودة في اللحمة، مش بتكون مفيدة بالنسبة لي خالص. السؤال هنا، هل أكل السمك بكثرة مفيد؟ في ناس كتير يقول لك أنا باكل سمك كل يوم. للأسف الإجابة هي لا، أكل السمك بكثرة ممكن يكون مسمم. طب بتهرج؟ لا أنا مش بهرج، إحنا بننصح البالغين إن هم ياخدوا حصتين سمك في الأسبوع. إحنا تقريبا لما بنيجي ناكل سمك بناكل مقلي ومشوي ومحطوط، ده غلط جدا جدا جدا. ليه بقى؟ عايز تفهم صح؟ تعال أشرح لك القصة دي. ٤٨٪ من الأسماك بتحتوي على مستويات غير أمنة من عنصر إيه؟ عنصر الزئبق، للأسف على شكل ميثايل الزئبق. ميثايل الزئبق ده بيعتبر أحد المركبات الشديدة السمية. طبعاً نسبة الزئبق في السمك بتكون مختلفة، بيكون مركز جداً في الأسماك الكبيرة زي القرش والتونة والماكريل، الأسماك اللي بتعيش سنين طويلة، لأن هي بتاخده من البحر وبتاخده كل ما بتاكل سمك، فهي بتاخد منه نسبة كمان. السؤال دلوقتي هو ايه مخاطر الزئبق ده؟ انت ليه عامل عليه مشكله وليه سامه قوي كده؟ للاسف الزئبق بيخلي الجهاز العصبي والدماغ في حاله تشوش وحاله خطر، خصوصا عند الاطفال والحوامل. من الاخر هو ماده سامه للاعصاب، حتى ايفن المستويات المنخفضه منها ممكن جدا بيسبب تشوهات للاجنه. عشان كده انا من رايي الحامل ما تاكلش سمك تماما، ولو عايزه تاخد الفوائد فهي بتاخد الفوائد من الكبسولات اللي الدكتوره او الدكتور بيقولها عليها. وطبعا مش المفروض ان احنا ناكل تونه بالمره، ولا ناكل ماكريل ولا قرش، ولو هفنا الشوق ان احنا ناكل سمك يبقى ناكل سمك السلمون وناكل الروبيان، لان هما ما بيكونش فيهم الزئبق ده. نرجع تاني نتكلم عن موضوع الاوميجا 3 ونسال سؤال مهم جدا، هو ليه مهم ان اي حد ياخد اوميجا 3؟ جاهز تعد معايا؟ طيب عد. اول حاجه بتقلل من الاصابه بامراض القلب، اي حد عنده قلب وعنده ضغط لازم ياخد اوميجا 3، ان هي بتساعد على زياده استيعاب الاطفال، عشان كده بياخدوها الحوامل وبياخدوها، وانا بنصح كل اب وكل ام ان هو يدوها للاطفال عندهم. اهم الاسباب اللي الناس بتاخد عشانها الاوميجا ان هي بتحمي من تصلب الشرايين وبتقلل من الدهون السيئه، وخاصه اللي هي الترايجليسرايد. من الحاجات الجميلة جدا اللي احنا بناخد عشانها الأوميجا ان الأوميجا بتساعد على التغلب على الاكتئاب. حاجتين بيساعدوا على التغلب على الاكتئاب، الأوميجا والفيتامين وفيتامين د. خامس حاجة، مع مرض الإكزيما والتهاب المفاصل لقيوا ان ليها دور وقائي جميل جدا جدا جدا، وبتقلل الحكة والألم بشكل ملحوظ. رقم 6، بتحمي العيون من الجفاف وبتزود افراز الغدد الدمعيه. دايما بنلاقي الاوميجا 3 بتتكتب للحامل، يا ترى ليه؟ الحامل تاخد من 200 ل 300 جرام من الاوميجا 3 كل يوم. بالنسبه للجنين، فوائده بالنسبه للجنين هو هيساعد في تطوير قدره الجنين العقليه والعصبيه. الاوميجا 3 بتدي للجنين حده بصر اقوى، وبتقلل للجنين ده عرضه الاصابه في المستقبل بامراض الربو والحساسيه. اما بالنسبه للحامل فهي بتدي كل فوائد الأوميجا 3 اللي احنا قلنا عليها، اللي هي وخصوصا انها بتقلل من الكوليسترول الضار او الترايجليسرايد، وبتزود التركيز، واهم حاجة انها بتقلل الاكتئاب، خصوصا الست جدا بتكون محتاجاه اللي هو عشان تقلل الاكتئاب ما بعد الولادة. سؤال جميل دلوقتي، هو الأوميجا 3 يا دكتور مفيدة للبشرة؟ ده سؤال نسأله. طبعا مفيدة للبشرة، ومعروف بفوائده الكتيرة للشعر والبشرة وكل الكلام اللي احنا قلنا عليه. الأوميجا 3 بيعتبر من مضادات الالتهاب وخصوصا الجلد، عشان كده بيكون كدواء مساعد في كتير من حالات الإكزيما، لأنه هو بيساعد على ترطيب الجلد وكمان حالات الصدفية. زي ما احنا قلنا بيساعد على تقليل الاكتئاب والقلق، وده في حد ذاته بيكون عامل مساعد في ان هو يحافظ على البشرة من ظهور علامات الشيخوخة او الرنكل والتجاعيد.
اما بقى بالنسبه للشعر فالاوميجا 3 بيمنع جفاف فروه الشعر وبيرطبها، فبالتالي بيقلل ايه؟ بيقلل الحكه، فهيقلل قشره الشعر الجافه. يعني انت لو عايز تتعالج من قشره الشعر بدل ما انت طول الوقت بتستخدم هيد اند شولدر وبتستخدم ادويه، لو استخدمت اوميجا 3 هيريحك كتير جدا جدا. كتير من الناس اللي بتستخدم اوميجا 3 لاحظوا تحسن ملحوظ جدا في وقف تساقط الشعر، والشعر بدا يطول بشكل اسرع من العادي. الاوميجا 3 للاطفال، اغلب الولاد ما بيحبوش السمك، فمش هينفع ان احنا نزود فيها، ومش هينفع نجبر ولادنا ان هم ياكلوا سمك طول الوقت. وموجود الاوميجا 3 في المكسرات، بس زي ما قلت الحمد لله ولادنا اليومين دول مش بيسمعوا كلامنا خالص في موضوع الاكل، عشان كده المكملات الغذائيه من الصيدليه بتكون الحل الاسهل لينا. زيت السمك الغني بالاوميجا 3 بيحسن من نمو الطفل وبيضمن النمو المثالي، وبيعتبر أحد مصادر فيتامين ألف وفيتامين دال. طبعاً لما هتاخدوا مكمل غذائي فمفهوش زئبق، بكده بناخد كل الفوائد اللي احنا محتاجينها بدون أي مخاطر من التسمم الزئبقي. الأوميجا 3 كمان بيساعد على سلامة خلايا المخ وبيزود التركيز، ويمكن دي أكتر حاجة بنبقى عايزينها، إن أولادنا طبعاً يركزوا ويبقى تحصيلهم العلمي وتحصيلهم الدراسي بيزيد. الأوميجا 3 كمان بتحسن الرؤية عند الأطفال، وكمان بيحسن المزاج العام. العلماء لقيوا انه مع استخدام الاوميجا 3 للاطفال قل كتير جدا الاصابه بالبرد والانفلونزا، يعني بدا يزود المناعه عندهم. المشكله مع اوميجا 3 والاطفال ان الاطفال مش بتقبل تاخد زيت السمك، واغلب الحاجات اللي موجوده في السوق بيكون فيها طعم زيت السمك. في حاجات موجوده زي الجاميز كده، فانت ممكن تاخد الجاميز دي للاطفال، بتبقى على شكل حلاوه كده وتبدا تاخدها. ومن اكتر الحاجات اللي انا جربتها شخصيا ولقيتها كويسه جدا، بس كانت شبه الزيت كده، اللي هو الشراب اللي هو من فيتا بيوتيك، هحط لكم صورته دلوقتي، كويس جدا جدا. ده كان ببساطه الاوميجا 3 وفوائدها وليه لازم نديها لاطفالنا بانتظام. دلوقتي هنتكلم على فوائد الاوميجا 3 للتخسيس. هل الاوميجا 3 بتساعدني في التخسيس؟ دراسات كتير بتاكد ان الاوميجا 3 بتزيد من حرق الدهون وبتزود الكتله العضليه، عشان كده الناس اللي بتروح الجيم كتير بتلاقي المدرب دايما بينصحهم ان هم ياخدوا اوميجا 3 بتركيز عالي. مش بس عشان كده، لا لقيوا ان هو بيزود نسبه التستوستيرون. التستوستيرون ده هرمون الذكوره، فلقوا ان هو بيساعد في بناء العضلات وبيقلل من هرمون الكورتيزون اللي هو بيهدم الجسم وبيزود الدهون. ده دور الاوميجا 3 في التخسيس. لكن الاوميجا 3 زي ما احنا عارفين ليه وظائف كتير جدا، زي ما يمكن شرحناها قبل كده، ان هي بتقوي الذاكره وبتحسن وظائف المخ، ان هو مضاد للالتهاب، يعتبر علاج مساعد ومفيد جدا في حالات الاكزيما، صدفيه، التهاب المفاصل والروماتيزم والجفاف العين، بيقلل من تراكم الدهون الضاره والكوليسترول، بيحسن المزاج العام وبيقلل الاكتئاب. دي كانت فوائد الاوميجا 3 ايا كان البراند اللي انت هتستخدمه. حافظ على انك تستخدم اوميجا 3 بانتظام. دمتم يا ربي في نعمة وفضل من الله، دمتم في رعاية الله وامنه. اشوفكم على خير حلقة جاية من جوه الصيدلية. كان معاكم عمرو ابو بكر، في رعاية الله.